اول حاجه انا جيت سعيد اليوم بالعوده ديالي لبلادي، والحمد لله جايب معايا ميداليه ذهبيه اللي هي ميداليه غاليه كنهديها للشعب المغربي وسيدنا كذلك الله ينصرو. فانا جيت سعيد كذلك عند الوصول ديالي تلقيت مباشره برقيه ديال سيدنا، فما يمكن لي الا نكون سعيد لان هذه البرقيه الرابعه على التوالي من هذا سيدنا، اللي هي صراحه هذا الشيء هو اللي كيخليني انني نكمل ونبقى دائما بنفس التفاؤل وبنفس العزيمه والاصرار اللي كنقدمه في التدريب ديالي. فشكرا سيدنا على هذه الرسائل اللي صراحه كنتلقاهم بواحد الرغبه كبيره، وكان هما اللي كيخلوني انني نشاهد في العمل ديالي. فالحمد لله كذلك جيت سعيد باسعاد الشعب المغربي والجماهير المغربيه اللي ساندت سوفيا البقالي في الالعاب الاولمبيه، سواء ديال باريس ولا ديال طوكيو ولا بطولات العالم اللي كانوا سابقين، فشكرا لهم جزيلا. كذلك كنبغي نشكر الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى على الاستقبال هذا، فماشي غير هذا الاستقبال هذا، حتى على التشجيعات ديالهم والمسانده لهم ديالي في المسار الرياضي ديالي، فحتى هما اليوم يد كبيره في هذه التتويجات هذه. كنشكرهم جزيلا الشكر، خصوصا السيد الرئيس عبد السلام احيزون على التضحيات ديالو اللي كيقوم معايا بها. فشكرا والحمد لله. اللي يمكن لي نقول هو انني جد راضي على التتويج هذا. اصابه تعرضت لها يمكن في فيفري، الحمد لله اثرت شويه على الاستعدادات ديالي، ولكن الحمد لله فضل الطاقم الطبي ديال الجامعه الملكيه المغربيه اللي كان واقف معايا، مشينا الحمد لله بخطى ثابته، قررنا ان ما غاديش نشاركوا حتى شي سباق قبل الالعاب الاولمبيه. فالحمد لله هذا الشيء عطى الاكل ديالو وعطى النتيجه ديالو، فهذا شيء ايجابي بالنسبه ليا، وكيتحسب كذلك الستاف اللي معايا والناس اللي كيشتغلوا معايا. فكنشكرهم جزيلا الشكر على المثابره في العمل ديالهم معايا والوقفه اللي كيوقفوا معايا. كنت كنشوف جل الرسائل وجل المنشورات ديال الشعب المغربي كيفاش كيتسناو بقالي انه غادي يجيب ميداليه ذهبيه. فيمكن انا من قبل في جل الخرجات ديالي الاعلاميه كيقول لي شي واحد ميداليه ذهبيه، كنقول يكون خير، يعني ما كنقولش ميداليه ذهبيه، لان الهدف عندي هو نكون في البوديوم. ولكن الحمد لله بفضل التتويجات اللي صوبتها من قبل والتجربه اللي عندي في بطولات العالم والالعاب الاولمبيه، فيمكن كنت كنقلب على الذهب اكثر من ميداليات اخرين. فالحمد لله السباق ديالي كان رائع وكان صعيب في نفس الوقت، يعني كنت مركز 100% باش انني ناخذ ميداليه ذهبيه. وكنشكر مره اخرى الجماهير المغربيه على الشجاعات ديالهم، وكنهديها لهم هذه الميداليه مره اخرى. فالظروف كما شفتوا كانت الاجواء في مدينه باريس بحال اللاعبين في الرباط، فالملعب كان ممتلئ. كنبغي نشكر الجمهور المغربي اللي حج وشجعنا داخل الملعب، فالظروف كانت ممتازه والنفسية كانت مرتاحة لأننا نجريو في باريس. أما من ناحية السباق كان سباق تكتيكي واحد كيما شفتوا، وربي ورضات الوالدين مسقط الإثيوبي سوفيان كان تجنب عليه وما استطاع على أنه يفوز بالسرعة النهائية اللي كيمتاز فيها.